السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي قناة الأرض أهلا بكم. الفيديو بتاعنا النهاردة عن شيء ممكن يهم المزارعين كلهم، مع الأستاذ الدكتور أحمد عظام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي تابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. ممكن نتكلم لو سمحت عن ضوابط استيراد تقاوي البطاطس. مين اللي له حق يستورد تقاوي البطاطس بالظبط؟ التقاوي البطاطس يا فندم بتبقى من خلال الشركات المرخص لها بالإنتاج ومرخص لها بالإتجار، بيبقى لها رقم سجل المصدرين والمستوردين، وبيتم التقديم في المواعيد المحددة لجنة تقاوي الحصيلات الزراعية اللي بيتم الإعلان عنها في الجرايد كل سنة في مواعيد محددة من نص 4 لنص 5، وبيتم ذكر الكميات اللي هم عايزينها والأصناف، ويتم الإجراءات بتاعتها، تدخل لجنة تقاوي الحصيلات الزراعية تاخد الموافقة، وبعد كده بيتم الالتزام بالمعايير طبقا للقرار الوزاري. بيبقى لها مقاييس معينة، بتبقى الحجم بتاعها من 28 مللي ل 55، ما تتعداش هذا الرينج، ويبقى لها مواعيد اللي هو بتبقى في كل سنة بيصدر قرار بالميعاد، آخر ميعاد للشحن من البلد المنشأ، عشان التقاوي ما تتراكمش بعد مواعيد الزراعة اللي هي المحددة للعروض، يبقى كل الكميات موجودة في وقت معين عشان يبقى المعروض كتير، فيبقى السعر مناسب بالنسبة للمزارع. واعتقد ان هم لمسوا السنة دي ان السعر كان معقول بالنسبة للمزارعين، عشان بتكتر المعروض وبالتالي المنافسة بتزيد. بالظبط، فيبقاش في مغالاة على المزارع. بالظبط، لان لو وصلت في مرحلة معينة، لو احنا زودنا المدة، فبيجي التقاوي في فترة بتبقى شوية جدا في الفترة الأولانية، فبيبقى في تكالب المزارعين عليها، المعروض قليل والناس عايزة، فالسعر يزيد. أما لو كل الكمية جت في ميعاد محدد قبل الزراعة، لأن بيبقى دي جاية للعروة الصيفي اللي بتبدأ في شهر 1 في الزراعة، فلو جت في المدة دي فبيبقى المعروض كله موجود، وبالتالي مبيبقاش فيه يعني مغالاة في السعر. طب انا مزارع وعندي 20 فدان 50 فدان 100 فدان، باخد بيفوتات وبزرع في الصحراء 1000 و2000 فدان، هل من حقي وانا ما عنديش رخصة اتجار او رخصة ان انا مستورد، من حقي ان انا استورد بطاطس للاستخدام الخاص؟ في قرار مزاري اللي هو 483 لسنة 2016 دخل خاص بالاستخدام الخاص. الاستخدام الخاص بيبقى المساحة محددة لأصناف غير مسجلة، فبيتم دي بتبقى على سبيل الاستخدام الخاص فقط، فبيتم معاينة من خلال القرار الوزاري ده، بيتم المعاينة من خلال لجنة ثلاثية من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والإدارة المركزية للبساتين والمعهد المختص بالمحصول اللاهيكي، بيشوفوا المساحة دي هل هي تتناسب مع كمية التقاوي اللي المزارع أو المنتج عايز يجيبها. إذا كانت تتناسب، عنده 20 فدان وهو هيجيب تقاوي 20 فدان، عنده 5 فدادين هيجيب تقاوي، وهم بيعملوا المعدل بتاعه بيسمحوا له بالكمية دي تيجي، وتبقى تحت رقابة، بيتم زراعتها في وجود اللجنة ويتم حصادها في وجود اللجنة، وبيتم الانتهاء من كله لغاية الماتيوريتي، وبيكتبوا في النهاية ان هو خلاص انتهى وما بيسمحش بإنتاج تقاوي منها لأنها أصناف غير مسجلة، ودي بتبقى مسموح بيها للاستخدام الخاص، وفي كمان لتصدير الناتج اخضر لو احنا هنجيب اصناف بيتم زراعتها في مصر يكون لها مردود اقتصادي بره، يعني احنا نصدر ناتج منها اخضر دون انتاج منها تقاوي، وده بيبقى طبقا ل 829 سنه 2011. العروه المستورده اللي اتزرعت في واحد وان شاء الله على نص 4 مفروض ان احنا بننتظر حصادها، وزعنا منها تقاوي قد ايه؟ لا، هو اللي وصل في مصر تقريبا حوالي 139 ألف طن. 139 ألف طن. والتقريبا في العروة دي بيبقى معدل الفدان بياخد من 750 ل 800 كيلو. يعني احنا ممكن نقول ان العروة دي مزروع ايه 200 ألف فدان بس؟ يعني في الرينج ده. في الرينج ده، إذا الإنتاجية هتكون برضو معتدلة، لا هتكون في إغراق ولا هتكون؟ لا، ممتازة طبعا. على أساس إن الأسعار تبقى مظبوطة بالنسبة للمزارع. يعني في ظل التغيرات العالمية دي إن شاء الله هيبقى السعر كويس جدا وهيبقى الطلب، وإحنا بنصدر والكمية اللي إحنا بنصدرها السنة دي كمان أكتر، يعني لغاية دلوقتي أكتر من الأعوام السابقة. أشكرك يا دكتور أحمد، شكرا جزيلا. حضرات السادة المشاهدين، دي كانت نبذة عن طريقة استيراد تقاوي البطاطس مع الدكتور أحمد عظام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، ونشوفكم في فيديوهات مقبلة على خير. كان معكم محمود البرغوثي.